بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أخذنا في المحاضرات اللي فاتت أساسيات الـ ECG، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ أول تطبيق. أهم موضوع عندنا في الـ ECG في الأطفال هو البيدياتريك تاكي كارديا أو تاكي أريزميا. هنقسم المحاضرة على جزئين، بارت 1 بارت 2. بارت 1 هيتعلق بالنارو كومبلكس تاكي كارديا، بارت 2 هيشمل الوايد كومبلكس تاكي كارديا والالجوريزم بتاع المانجمنت اوف البيدياتريك تاكي كارديا. Supraventricular tachycardia is the most common arrhythmia in children، لدرجة ان مفيش general pediatric practitioner الا وهيقابل حالة من حالات supraventricular tachycardia. ان شاء الله الموضوع بسيط بس ركز شوية. ايه الديفينيشن؟ بكل بساطة هي اي تاكيكارديا originating above the ventricular tissue، يعني شايف الخط اللي احنا رسمينه، نحدد بالظبط يعني من فوق البايفوركيشن اوف باندل اوف اس، يعني ممكن تطلع من الاس اي نود، ممكن تطلع من الاتريال تيشو، ممكن تطلع من الاي في نود، ممكن تطلع من الباندل اوف اس. امال الفنتريكولار تاكيكارديا بقى بالمره بتطلع منين؟ ماشي، هتطلع من التو باندل برانش، واحده من التو باندل برانش، او تطلع من البركانجي فايبر، او تطلع من الايه، من الفنتريكولار تيشو اتسلف. طيب نقطة كمان، في أي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الإمبلس هتمشي زي ما أنتوا شايفين في المسار الطبيعي، في الباندل أوف إس وبعدين التو باندل برانش والبركنجي فايبر، وأنتوا عارفين التوصيل فيهم سريع، يعني الديبولاريزيشن أوف ذا فنتريكل هيحدث سريع، يعني الكيو آر إس كومبلكس هيبقى الديوريشن بتاعه شورت. إذا في السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الكيو آر إس كومبلكس هيبقى إيه؟ هيبقى شورت، يعني نارو كيو آر إس كومبلكس، يبقى السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا بتعني نارو كيو ار اس كومبلكس، ما عدا في اكسبشن بعض الحالات اللي بيكون فيها سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ومعاها وايد كيو ار اس كومبلكس. اذا السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا النورمال بتاعها نارو كومبلكس تاكي كارديا، لكن مع الاكسبشن بيبقى فيه وايد كيو ار اس كومبلكس. طيب لو الامبلس طالعه من الفنتريكولار تيشو هيكون التوصيل خلال خلايا الميوكارديوم، ودي بطيئه في التوصيل، اذا الفنتريكولار ديبولاريزيشن هياخد وقت اطول، لذلك الكيو ار اس كومبلكس هتكون اطول، يعني هتكون وايد، وهنا لا يوجد اكسبشن. بمعنى ايه؟ ان فنتريكولار تاكي كارديا بالضروره لازم يكون معاها وايد كومبلكس تاكي كارديا. التطبيق العملي للكلام ده هو ان لو جالي اي سي جي ولقيت فيه نارو كومبلكس تاكي كارديا، يبقى ده بالضروره لازم وحتما وسوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، يعني الاوريجين سوبرا فنتريكولار. طب لو جالي اي سي جي في وايد كومبلكس تاكي كارديا، ده يحتمل حاجه من اتنين، يا اما سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا يا اما فنتريكولار تاكي كارديا. امتى اقول نارو كومبلكس تاكي كارديا؟ اقول لو الديوريشن بتاعه الكيو ار اس كومبلكس اقل من 120 ملي سكند، يعني اقل من 3 سمول سكويرز. طب لو اكتر من كده هتبقى وايد كومبلكس تاكي كارديا. في الاطفال كمان بيقولوا مش 120 ملي سكند، ده كمان اقل من 100 ملي سكند، يعني اقل من 2.5 سمول سكوير. قبل ما نتعمق هنقول بعض المفاهيم البسيطة اللي هتنور لنا الحتة دي. المفاهيم دي عملوها علشان تساعدنا في معرفة المكان بالظبط اللي طالعة منه السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. ممكن تسمع كلمة ايه الريليشن بين الـ A والـ V؟ الـ A تعني atrial activity يعني الـ B wave، والـ V يعني الـ ventricular activity اللي هي الـ QRS complex. نشوف العلاقة ما بينهم. مثلا الساينس تاكيكارديا كل بي بيليها ايه؟ كيو ار اس كومبلكس، يعني عددهم واحد، يعني الاي بتساوي الفي. طب مثلا في الاتريال تاكيكارديا بيحصل كذا بي ويف علشان تديني كيو ار اس كومبلكس، يعني الاي اكتر من الفي. نقطة تانية هنسمعها هي الار بي، وهي العلاقة ما بين الار والبي اللي بعد الار. طيب بنعرفها ازاي؟ بنشوف المسافة ما بين الار والار ونرسم خط عمودي في المنتصف هذه المسافة. لو البي زي ما احنا شايفين في المثال عدت هذا الخط فبنسمي ايه؟ لونج ار بي زي المثال. طب لو قبل هذا الخط بنسميها ايه؟ شورت ار بي. ايه انواع السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اللي ممكن تجي لنا؟ التاكيكارديا ممكن تطلع من الاس اي نود اللي هي الساينس تاكيكارديا، ممكن تطلع من الاتريال تيشو اللي هي فوكال اتريال تاكيكارديا او مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا او اتريال فلاتر او اتريال فايبريليشن، او تطلع من الايفي نود او متضمنه للايفي نود.
اللي هي الجانكشنال اكتوبك تاكيكارديا او الافرت او افنرت. طيب لما اجي اعمل انتربريتيشن لاي اي سي جي ويز تاكيكارديا هشوف ايه؟ هشوف الار ار ار بي وممكن احتاج ار بي كمان. يعني ايه معنى الكلام ده؟ الار الاولانيه الريت لقيته تاكيكارديا، الار الثانيه اللي هي الار ويف اللي هي كيو ار اس كومبلكس نارو كومبلكس تاكيكارديا ولا وايد كومبلكس تاكيكارديا. طبعا هنا نارو كومبلكس تاكيكارديا. الريجولاريتي ريجولار ولا الريجولار. طيب خلصت الثلاثه ار، اشوف البي اللي هي البي ويف. البي ويف يا اما ساينس بي يا اما ابنورمال، يعني بوست بس شكلها ابنورمال مش طالع من الساينس، يا اما شكله مميز اللي هو الفلاتر ويف، يا اما مش ملحوظه خالص نوت ديتكتد، يا اما بقى ريتروجريد ان هي مقلوبه. والريتروجريد دي بنشوف فيها يا اما شورت ار بي، الار بي بقى هنحتاجها هنا، او لونج ار بي. تمام. هناخد نوع من السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ونشوف ايه الكاركترز اللي فيه. طيب ايه اللي ممكن يطلع من الاس اي نود؟ هيطلع منها ساينس تاكي كارديا. طيب متوقع ايه الميكانيزم؟ الميكانيزم انهانسد اوتوماتيستي، هو في اوتوماتيستي طبعا نورمال لكن هنا بقى انهانسد. طيب ايه الكاركتر؟ الريت تاكي كارديا. طيب الريجولاريتي طبعا اكيد ريجولار ده طالع من الساينس. طيب الكيو ار اس كومبلكس هتبقى نارو لان الاكسايتيشن بتاعت الفنتركل ماشيه في المسار الطبيعي. طب البي ويف ده ماشيه من جايه من الساينس، يعني فيها كل مكونات الساينس. انتوا فاكرين الساينس ريزم؟ البي بوزيتيف في ليد واحد واثنين واي في اف ونيجاتيف في الاي في ار، والبي بيليها كيو ار اس كومبلكس والمسافه ما بينهم نورمال ما بين البي والكيو ار اس، والبي الكونتور بتاعها شكله في الطبيعي اللي متعودين عليه. طيب يقول لك بقى الار بي زي ما احنا شايفين في المثال اهو، المثال اللي قصادنا رسمنا الخط، البي بعيد عن خط المنتصف يبقى الار بي لونج. طيب نيجي بقى نحطها في الالجوريزم بتاعنا، هي ايه؟ نارو كومبلكس تاكيكارديا. تمام نارو كومبلكس تاكيكارديا. طب ريجولار ورا ريجولار ريجولار. طب البي بقى نشوف البي ويف، البي ويف شكل ايه؟ شكل الساينس، نحطها تبقى دي بقى الساينس تاكيكارديا في هذا المكان. تاني نوع ان بعض خلايا الاتريوم تطلع لي ايه؟ تطلع لي امبلسز نتيجه ابنورمال اوتوماتيستي، فتطلع بريت اعلى من الاس اي نود، فبتعمل سبريشن للاس اي نود وهي بتبقى البيس ميكر، بتطلع بريت اعلى وبتبقى ريجولار زي ما انت شايف. النبضه بتمشي وبتنزل لغايه الاي في نود وتمشي بقى في المسار الطبيعي في البندل اوف هيست. اذا اتوقع الكاركتر بتاعتها ايه؟ الريت في تاكيكارديا وقلنا ريجولار. طيب الار الكيو ار اس كومبلكس هيبقى ايه؟ هيبقى نارو. طيب بقى البي ويف صحيح انها بوزيتيف جايه من فوق لتحت لكن جايه من مكان غير مكان الساينس، فهتلاقيها ايه؟ ابنورمال، غير الكونتور اللي احنا عارفينه بتاع البي اللي طالعه من الساينس. طيب تمام. الار بي زيها زي الساينس برضو ايه؟ لونج زي ما انت شايف في الصوره، هي لازقه في الكيو ار اس كومبلكس اللي وراها، فبالنسبه للي قبليها بعيده عن الايه؟ الار اللي قبليه. طب لو جينا نصنفها هنقول نارو كومبلكس تاكي كارديا وطبعا ريجولار، والبي بقى هي اللي بتفرق في التصنيف. البي هنا ابنورمال، وخلي بالك انها بنقول عليها مونو لانها طالعه ايه؟ طالعه من مكان واحد، هتلاقي البي ويف شكلها شكل واحد منتظم، يعني ايه؟ طالعه من مصنع واحد، اسطمبه واحده. دي بنسميها فوكال اتريال تاكيكارديا. خلي بالك الفوكال اتريال تاكيكارديا مش بالبساطه دي، بس احنا هنقول الحته دي وهننساها على طول، ان هي ممكن تلخبطك، ممكن تيجي الفوكس من المكان اللي لازق في الاس اي نود فتبقى شكل البي ويف شكل الساينس ويف بالظبط، فتحس انها ساينس تاكيكارديا، تتلخبط مع الساينس تاكيكارديا. او ممكن تكون جايه لازقه في الاي في نود فتمشي كانها جانكشنال ايه؟ كانها جانكشنال تاكيكارديا، او تيجي في النص زي ما انت شايف فتطلع تعمل اكزايتيشن للاتريوم فوق وتنزل تعمل اكزايتيشن للاي في نود، فهتلاقي البي ويف ريتروجريد فبتيجي بكذا شكل. خلي بالك احنا قلنا الحته دي بس يعني ايه للمعرفه. نيجي للنوع الثالث بقى اللي هو مالتي فوكال تاكيكارديا اتريال تاكيكارديا. طيب ده نتيجه ايه؟ ابنورمال اوتوماتيستي، بتمسك كذا فوكس ممكن اكتر من ثلاثه، ثلاثة فما أكثر، كل واحدة بتطلع، مش بيطلعوا في نفس الوقت، بيطلع كل واحد لوحده بس ما فيش انتظام ما بينهم. يعني مثلا الفوكس الأولانية تطلع بعد ثانيتين، الفوكس الثانية تطلع بعد ثلاث ثواني ونص، الفوكس الثالثة تطلع وهكذا.
طيب شايفين الأماكن اللي من فوق واللي من اليمين ومن الشمال ومن اللي من تحت؟ طيب طبعا كده كل واحد بيطلع بس مش بانتظام، كل واحد الوقت مختلف عن التاني. طيب اتوقع التاكي كارديا هنا ايه؟ اتوقع الريت هنا تاكي كارديا. طب ريجولار ولا الريجولار؟ ده احنا بنقول هنا فرق ثانيتين وهنا 3.5 وكده، ففي الريجولاريتي. طيب الكيو ار اس كومبلكس كلهم بتنزل النبضه في الاخر وتعمل اكسايتيشن عن طريق البندل اوكس، ماشيه كويس خالص، فهيبقى الار نارو كيو ار اس كومبلكس. طب البي ويف، ده البي ويف بقى اب نورمال، مش زي الفوكال اترال تاكيكارديا اللي هي طالعه من مصنع واحد نفس الشبه، لا ده اب نورمال ومالتي اب نورماليتي. يعني اول واحده زي ما انت شايف في الرسمه طالعه لفوق، تاني واحده نازله لتحت لانها ايه فيها ريتروجريد بي، تالت واحده طالعه لفوق بس مفلطحه شويه، مختلفه الاشكال خلي بالك. طب الار بي برضو ايه تتغير، لو طالعه من فوق زي الساينس والفوكال اللي طالعه من فوق هتلاقيها عامله ايه، هتلاقيها لونج، طب لو نازله من تحت هتلاقيها شورت فافري، مش هناخد على الحته ديت. طب الحته دي بقى حطها بقى ايه في الارجوريزم اللي تحت، ده مش ريجولار خالص، ده في الحته الريجولار، فمعلش ده اول نوع في الريجولار مالتي فوكال اتريال تاكيكارد. تمام تمام النوع الرابع، خليه جوه الاتريوم هتطلع نبضه، النبضه هتمشي في سيركت، السيركت هتمشي في معدل منتظم وسريع، تلف لفه اتنين مثلا في التالته تروح ضاربه الاي في نود فتوصل النبضه للفنتريكل، ممكن تلف لفتين وفي اللفه التانيه تضرب الاي في نود، او تلف تلاته او تلف اربعه زي ما بيحصل. طيب الميكانيزم هنا ايه؟ زي ما انتم شايفين الاساسي ري انتري سيركت. تمام طيب هي ماشيه بمعدل منتظم، الاتريال اكتيفيتي اكتر طبعا من الفنتريكولار اكتيفيتي، عشان كده يقول لك الاي اكتر من الفي. طيب هنا في تاكيكارديا، تمام. طب ريجولار ولا الريجولار؟ قلنا بتمشي بمعدل ثابت فريجولار. طيب الكيو ار اس كومبلكس ده ماشيه الاكتيفيشن ماشيه عن طريق الباندل اوف فيس فماشيه في الطبيعي، فطبيعي هتبقى نارو. طيب البي ويف، هو بالفعل ما فيش بي ويف بس شايفين الخط بتاع الاي سي جي زي ما انتم شايفين عمال يلف ينزل لتحت ويطلع لفوق النبضه، فعمال يطلع الموجه تطلع لفوق وتنزل وتطلع لفوق وتنزل وهكذا لغايه ما تعمل كيو ار اس كومبلكس. تمام بنسميها الفلاتر ويف، بنرمز لها بالرمز الاف كابيتال وهي عامله زي سنان المنشار، عشان كده بيقول لك سوتوس ابييرنس. طيب لما اجي انا بقى احطها في الالجوريزم، هي نارو كومبلكس تاكيكارديا، هي ريجولار، البي ويف لما ابص عليها عشان اشوف منشاها ايه ونوعها ايه الاقيها مميزه اللي هي سوتوس او فلاتر ويف، فاحط بقى الاحتماليه الثالثه اللي هي الفلاتر، تبقى دي عندي ايه اتريال فلاتر. نيجي للحاله الخامسه، هي ان خلايا كتير في الاتريوم بتتجنن وتطلع نبضات بس في نفس الوقت، يعني نبضه جايه من اليمين وجايه من الشمال، واحده جايه من فوق وواحده جايه من تحت وعمالين يخبطوا في بعض، ممكن المحصله تبقى صفر وشويه نبضات تمشي بطريقه غير منتظمه وتضرب الاي في نود، والاي في نود يوقف شويه الكم الهائل اللي نازل عليه علشان الفنتريكل ما ينفعش انقبض بنفس الكم الهائل، ومشي الموضوع بطريقه غير منتظمه، فاتوقع ان الريت هيبقى ريجولار. تمام طيب النبضات ديت عماله تخبط في بعض مش عامله تيار ذو قيمه، فلما اجي ابص على البي ويف هلاقي التيار غير ذو قيمه، مجرد ارتعاش في الخط. طيب لما اجي اشوف الاتريوم هينقبض؟ لا ده مش هينقبض، ده مجرد ارتعاش في العضلات، عشان كده بيسموه ايه الرجفان الاذيني الاتريال فايبريليشن. تمام طيب النبضه هتنزل في الايفي نود، صحيح ماشيه غير منتظمه لكن ماشيه في المسار الطبيعي. طب اتوقع الار هتبقى ايه؟ هتبقى نارو الكومبلكس ماشي طبيعي بس الريت ريجولار. طب البي ويف نوت ديتكتد، تمام انا مش عارف اشوفها. طيب اشوف ايه الميكانيزم بتاعتها، زي ما احنا قلنا ابنورمال اوتوماتيسيتي رهيبه جدا الاتريال فيبريليشن. طب احطه بقى هنا فين؟ ادي نارو كومبلكس تاكيكاردي، احطه ريجولار؟ لا هحطه في الريجولار، هحطه تاني خانه في الريجولار اللي هو الاتريال فيبريليشن. قال لا طب واحد يقول لي كده، ايه الفرق بين الاتريال فيبريليشن والمالتي فوكال اتريال تاكيكارديا؟ شايفين الاثنين هنا؟ الاثنين تاكيكارديا الريجولار ونارو كومبلكس. طيب على اللي احنا خدناه بقى احتمال يا مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا يا اما اتريال فايبريليشن. طب ابص هل اقدر اميز البي ولا لا؟ لو بصيت للي تحت شايفين انا مش عارف اطلع البي، مجرد الخط مرتعش.
طيب اللي فوق لا ده فيه موجات اهي، لو شفت حرف البي ده موجة البي ويف لتحت وصغيرة، طب شوف اليو التانية عالية وصغيرة، طب شوف الاي كبيرة ونيجاتيف، شايف الاي تاني هتتكرر بعد شوية، اليو هتتكرر اللي هي الفوق بعد كده الاي، يعني في ايه مالتي فوكال، يبقى اللي فوق ده مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا واللي تحت اتريال فيبريليشن، خلاص مش هنتلخبط بقى بعد كده. نيجي بقى للتاكي كارديا اللي ممكن تطلع من الايفي نود. هنتكلم على اول نوع الايفي نود. احنا عارفين ان هي جزء من الالكتريكال سيستم اوف ذا هارت، يعني هي عندها اوتوماتيستي. هنا بقى مش هنقول ابنورمال اوتوماتيستي، ده هنقول انهانسد اوتوماتيستي. لسبب ما الايفي نود فيها فوكس هتطلع لي امبلسز بريت اعلى من ده من بتاع الاس اي نود، فهي هتبقى البيس ميكر. طيب فاكرين لما كنا بنقول ايه هي خصائص الريزم اللي طالع من الاي في نود؟ فاكرين ان قلنا لو الريزم لو الامبلس طالعه من نص الاي في نود فهتطلع النبضه لفوق تعمل ديبولاريزيشن للاتريوم، في نفس الوقت تنزل تعمل ديبولاريزيشن للفنتريكل وتعمل لي نارو كيو ار اس كومبلكس، بس البي ويف اللي هتبقى ريتروجريد مش هتبان لانها تختفي، لانها جايه في وقت الكيو ار اس كومبلكس، هتختفي جوه الكيو ار اس كومبلكس. طيب الحاله الثانيه ان هي تطلع من اللور زون اوف ذا اي في نود، فهتبقى النبضه هتوصل للفنتريكل بدري فهتروح عامله ديبولاريزيشن للفنتريكل ويظهر النارو كيو ار اس كومبلكس، بعد حاجات بسيطه هتكون طلعت لفوق وعملت لي ريتروجريد بي ويف. تمام، فانا عندي احتمالين، يا اما ما تظهرش خالص وده الاشهر، يا اما تظهر بعد الكيو ار اس كومبلكس وتبقى انفيرتد، تبقى بي ويف نيجاتيف بي ويف. طيب احنا هناخد المثال الاولاني الاشهر عشان مش نتوه نفسنا. طب نيجي نحط الكاركتر بتاعتنا، دي تاكي كارديا ماشيه بمعدل منتظم ريجولار والكيو ار اس كومبلكس ماشي في الطبيعي بتاعنا، فنارو البي ويف زي ما قلنا المشهور ان هي نوت ديتكتد مش باينه، او لو بقى بانت هتبقى ريتروجريد وبعد الكيو ار اس كومبلكس. طب لو ريتروجريد وبعد الكيو ار اس كومبلكس هتبقى الار بي اي شورت لانها لازقه على طول بعد الكيو ار اس كومبلكس تروح جايه ايه البي ويف. ناخد بقى المثال اللي هو الحاله الاولانيه دي لانها الاغلب عشان ما نشتتش نفسنا، هحطها في الالجوريزم. نارو كومبلكس تاكي كارديا ريجولار، لما اجي ابص على البي ويف مش هلاقيها، دي من ضمن الحاجات اللي هتخلي البي ويف نوت ديتكتد، يبقى نوت ديتكتد جيت اللي هي جانكشنال تاكي كارديا او جانكشنال اكتوبك تاكي كارديا. وخلوا بالكم ان جانكشنال اكتوبك تاكي كارديا دي من اشهر الحاجات ومن اخطر الاريزمي اللي تيجي بعد الاوبريشن، مش عارفين سببها ايه بالظبط، بس بيقولوا ان المانيبيوليشن اثناء الاوبريشن، الاسكيميا، تاثير الدراجز، تاثير الاستيتش على المنطقه ديت بالذات في الاوبن هارت سيرجري، ده اللي بيعمل لي كده، بتقعد من يومين لثلاثه وبتبقى عنيفه جدا وبتبقى صعبه في العلاج جدا. نيجي لاخر نوع من السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا وهو الري انترانت تاكي كارديا. هو في الحقيقه نوعين، نوع اسمه افرت ونوع اسمه افنرت. طيب هقول لك أهمية النوع ده إيه. عارف إن 90% من البيدياتريك أريزميا هي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، وإن 90% من السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا هي هذا النوع من التاكي كارديا، ري انترانت تاكي كارديا. تمام، إحنا شرحنا الموضوع ده باستفاضة في الجزء الرابع من هذه السلسلة، بس مفيش مانع نسترجع المعلومات دي بإيجاز للي ما سمعهاش قبل كده. كلنا عارفين ان ما بين بوث اتريا اند بوث فنتريكل في فايبرس تيشو بيعمل كالكتريكال انسيوليتور، بيمنع مرور اي نبضه كهربائيه ما بين الاتريا للفنتريكل او الفنتريكل للاتريا الا عن طريق الايفي نود اللي هي بتشتغل كفالف بيسمح باتجاه واحد بس للنبضات من الاتريا للفنتريكل. تمام، طيب النوع بقى الايفري انترانت تاكيكارديا بيوجد بيقول لك في باي باس باث واي، يعني مسار جانبي جنب الايفي نود. قد يكون هذا المسار في صورة اكسسوري باثوي زي البندل اوف كنت، هي عبارة عن الياف محسوسة سريعة التوصيل بتوصل من الاتريا للفنتركل او توصل من الفنتركل للاتريا، ده بيعمل لنا النوع الاول اللي هو الافرت. او عبارة بقى هذه المسار الجانبي عبارة عن مايكرو فايبرز جوه الايفي نود نفسها، يعني بجوار الالياف اللي بتنزل النبضة من فوق لتحت وبتكون سلو كوندكشن، في جنبها الياف تانية غير مرئية بتوصل النبضة من فوق لتحت او من تحت لفوق بتكون سريعة التوصيل. وعرفنا قبل كده ان الالياف اللي عندها سلو كوندكشن بيكون عندها رابيد ريكفري، والالياف اللي عندها فاست كوندكشن بيكون عندها سلو ريكفري. تمام، تمام. النوع التاني ده اسمه افنرت.
نيجي للنوع الاولاني الافرت او الاتري فنتريكولار ريسيبروكيتنج تاكيكارديا. هو ايه اللي بيحصل؟ انا عندي اكسسوري باسوي اللي هي البندل اوف كنت، بتيجي نبضه بدري قبل ميعادها، بتلاقي الاي في نود في خلصت الريكفري بيريود بتاعها، لكن الاكسسوري باسوي لسه ما خلصش، لانه احنا قلنا فاست كوندكشن بيكون ايه الريكفري بتاعه سلو. النبضه هتدخل فين؟ هتدخل في الاي في نود. هتمشي فين؟ هتمشي في المسار الطبيعي في البندل اوف هيس وفي التو بندل برانش. عملت ديبولاريزيشن للفنتريكل نورمال، يعني هلاقي الكيو ار اس كومبلكس ايه، هلاقيها نارو. بعدين النبضه بدل ما تخبط في الفايبرس تيشو وتموت وتنتهي، لا ده بتلاقي الاكسسوري باس واي يروح ناقل النبضه بسرعه للاتريوم، يعمل ديبولاريزيشن للاتريوم، ويروح يلاقي الايفي نود بقى خلاص خلصت الريكفري بتاعها وبقت اكزايتابل، ممكن تستقبل منه الامبلس، تروح الامبلس داخله في الايفي نود وهكذا، وتلف الدايره الري انتري سيركت اللي احنا قلنا عليها. طيب الري انتري سيركت ديت عملت ايه؟ عملت نارو كومبلكس اهو، وبعد النارو كومبلكس مباشره طلعت الويف لفوق، عملت لي دوبلاريزيشن للايه للاتريوم، فهتعمل لي بي ويف. البي ويف جايه من تحت لفوق، هتبقى ايه؟ هتبقى مقلوبه. وكمان بعد الكيو ار اس كومبلكس، يبقى في هذا النوع هلاقي البي ويف مقلوبه وبعد الكيو ار اس كومبلكس ولازقه على طول في الكيو ار اس كومبلكس. احيانا بيكون الدوبلاريزيشن بتاع الاتريوم بتطلع النبضه لفوق في نفس الوقت، لسه الفنتريك لسه بيعمل ديبولاريزيشن، فبيجوا في نفس الوقت الديبولاريزيشن بتاعت الاتريوم بدا في نفس الوقت الديبولاريزيشن بتاع الفنتريك لسه ما خلصش، فتقوم تختفي البي ويف في الايه في الكيو ار اس كومبلكس ما تبانش. يبقى عندي في النوع ده يا اما الاقي البي ويف بعد الكيو ار اس كومبلكس وانفرتد، يا اما الاقيها ايه مش موجوده. والنوع ده اللي بنسميه الافرت، وتستمر بقى الدايره السريعه جدا وتعمل لي الايه الاي في ار تي الافرت، وتعمل لي التاكيكارديا العنيفه بتاعتنا المشهوره اللي هي اشهر اي سي جي جيلك في الاطفال. طب هلاقي الار، هلاقيها تاكيكارديا. التاكيكارديا دي بتبقى عنيفه جدا، فوق ال 220 في النيونيت والانفنت، وفوق ال 180 في الايه في التشايلد. طيب بتبقى ريجولر، ده ماشي اهي، النبضات عماله بقى تلف بمعدل ثابت ومعدل جميل جدا ريجولر. الكيو ار اس كومبلكس هتبقى نارو، البي ويف هتبقى حاجه من اتنين، يا ريتروجريد وبعد الكيو ار اس كومبلكس، يا اما ايه يا اما مش موجوده. طب الار بي، طبعا البي ويف طلعت على طول بعد الكيو ار اس كومبلكس، فبتبقى ايه بتبقى شورت. لما اجي بقى احطها في الالجوريزم بتاعي هحطها فين؟ هحطها في الريتروجريد وشورت ار بي، تبقى اهو اسمها ايه اورثودروميك اي في ار تي. اورثودروميك يعني النبضه جايه من فوق لتحت في الاي في نود، اسمها اورثودروميك او انتيرو جريد او اورثودروميك. طيب ايه الميكانيزم بتاعها؟ الميكانيزم بتاعها ري انتري سيركت، وهي نارو كومبلكس، وهي ريجولار، وفيها ريترو جريد بي. طيب احنا لسه قايلين اهو ممكن البي ويف مش تبقى موجودين، يبقى هحط الاي في ار تي الافرت هحطها برضو تحت الايه البي ويف نوت ديتكتد. يبقى عندي نوت ديتكتد هحط الاي في ار تي، وريترو جريد برضو هحط الاي في ار تي، ودي اول حاله من الاي في ار تي. نيجي للحاله الثانيه من الاي في ار تي، وهو ان الامبلس بتبدا جنب الباسوي لسبب ما. الامبلس هتروح داخله في الاكسسوري باسوي اللي هو الفاست كوندكشن، هتدخل على طول على الفنتريكل، بس احنا عارفين هي ماشيه كده في المسار غير الطبيعي. الفنتريكولار دوبلرايزيشن هيحدث ببطء لانه عن طريق خلايا الايه المايوسايتس، الفنتريكولار مايوسايتس. طيب اذا الكيو ار اس كومبلكس او دوبلرايزيشن للفنتريكل هتاخد وقت اطول، علشان كده اتوقع ايه اتوقع وايد كيو ار اس كومبلكس. بعد كده النبضه تروح ماشيه في الايه ماشيه في الـ في الـ في البندل او التو بندل برانش، وتروح البندل اوف هيس هتمشي باتجاه العكسي، علشان كده بنسميها انتيدروميك. انتيدروميك بنشوف الاتجاه بالنسبه للاي في ني الاي في نود، سواء الاورثودروميك او انتيدروميك بنشوف الاتجاه في الاي في نود. في الاي في نود الاتجاه ماشي عكسي بنسميه انتيدروميك. طيب نيجي نرسم ده اهو. هنبدا من الاي في نود. الاي في نود الامبلس ماشيه بالعكس وطلعت لفوق، فاتوقع ايه اتوقع ريتروجريد بي ويف.
بعد كده الامبلس لفت تاني وراحت داخله في الفنتريكل، هيعمل لك كيو ار اس كومبلكس، يبقى البي ويف ان وجدت هتبقى ريتروجريد وقبل الكيو ار اس كومبلكس، والكيو ار اس كومبلكس وايد. واحيانا زي ما احنا قلنا ان البي ويف ما تبانش تختفي في الكيو ار اس كومبلكس، هنلاقي بس وايد كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا. طيب لما اجي بقى ابص تاكي كارديا اهيت وهي ماشيه السيركت ماشيه ريجولار معدل عالي، لكن الكيو ار اس كومبلكس وايد، يا مش نارو بقى كومبلكس تاكي كارديا، ده دي اكسبشن، وايد كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا، البي ويف ان وجدت ريتروجريد. طب هل هحطها في الالجوريزم بتاعي اللي هو النارو كومبلكس تاكي كارديا؟ لا لا خالص، ده هتروح في الحته اللي اسمها وايد كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا. اشهر حاجه في الوايت كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا اللي هي فنتريكولار تاكي كارديا، دي بقى من حالات السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا اللي بتيجي بوايد كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا، دي من ضمن الاكسبشن، سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ومعاها وايد كومبلكس تاكي كارديا، بنتلخبط هل دي سوبرا فنتريكولار ولا فنتريكولار تاكي كارديا. طيب تمام، قبل ما نتكلم عن النوع اللي بعد كده اللي هو افنرت اتريو فنتريكولار نودال ري انترانت تاكيكارديا، هنتعرف بس على الكوندكشن خلال الاي في نود وازاي الميكانيزم بتاعت الافنرت. احنا قلنا ان هي ري انتري سيركت، السيركت دي بتتكون ازاي؟ طيب احنا عارفين الامبلس جايه اهيت، جايه من الاس اي نود ومشيت في الاي في نود، حصل لها سلوينج لغايه اما توصل للبوست فنتريكلز ويحصل ديبولاريزيشن للفنتريكل، ده المسار الطبيعي. طيب في الحالة بقى بتاعتنا دي بيبقى فيه تو باث واي، واحد سلو واحد فاست، ده ابنورمال سواء اذا كان تشريحيا او وظيفيا. طيب لما تيجي النبضة من الاس سي نود هيحصل لها ايه؟ هتمشي في الفاست بسرعة وماشية في السلو كوندكشن اهو بالراحة ببطء. النبضة مشيت ونزلت على الفنتريكل وعملت ديبولاريزيشن للفنتريكلز وطلعت كمان في الدايرة التانية اهو، وهتقابل مين؟ هتقابل النبضة اللي ماشية في السلو باس واي، وهيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض ويتلاشوا كده، ما حصلش اي مشكلة، النبضة جت من فوق ونزلت لتحت وما حصلش حاجة. طيب جميل، دخلنا بقى خلاص هندخل في ريفراكتوري بيريود. احنا قلنا قبل كده ان الفاست كوندكتنج فايبرز بيبقى الريكفري بتاعها اطول شوية، فهيحصل اهو زي ما انتم شايفين في السلو حصل ريكفري بسرعة، والفاست لسه مفيش مشكلة خالص، وبعد اجزاء بسيطه جدا من الثانيه هيحصل للاثنين، خلاص الاثنين بقوا في كومبليت ريكفري سواء في السلو والفاست. وبعدين تيجي بقى النبضه تاني من الاس اي نود وتتكرر ايه نفس الايه نفس المسار، مفيش مش حصل اي مشكله، الباسويز اللي موجوده دي مش عملت لي لغايه دلوقتي مشكله. المشكله طب هتيجي امتى وتحصل السيركت امتى في الحاله ديت؟ جات لي نبضه قبل ميعادها، جات لي بريماتيور اتريال كونتراكشن. جت امتى؟ جت في الوقت اللي كان الوقت الحرج القاتل اللي كان في الفاست باس واي، كان في لسه في الريكفري بيريود، والسلو كان حصل له ريكفري. هتدخل ازاي النبضه؟ النبضه هتمشي في السلو باس واي زي ما انتم شايفين مشيت، وجت تمشي في الفاست باس واي هتخبط، خلاص لسه في ما دخلتش في الريكفري بيريود، ده لسه في الريفراكتوري بيريود. طيب مشيت في السلو باس واي، مشيت وماشيه ببطء ونزلت عملت ايه؟ عملت اكزيتيشن للفنتريكل، عملت فنتريكولار ديبولاريزيشن، وطلعت كمان عشان تكمل، وهي بتطلع عشان تكمل في ناحيه الفاست حصل ايه؟ كان الوقت بقى عدى وخلاص ودخلت في الريكفري، الريفراكتوري بيريد بتاعت الفاست خلصت بقى خلاص ودخلت في الريكفري خلاص، فتدخل الامبلس تاني وتمشي في الفاست وتروح لفه لغايه اما تروح طالعه لفوق، تروح عامله لي ديبولاريزيشن للاتريوم، يعني هتطلع النبضه لفوق، وفي نفس الوقت طبعا اليمه الثانيه اللي هي السلو حصل لها ريكفري، هتروح واخده مستقبله النبضه، وندخل بقى في السيركت اللي احنا قلنا عليها. السيركت دي حصلت جوه الاي في نود نتيجه ان في تو باس واي، واحد سلو وواحد فاست، وان الريكفري بيريد بتاعتهم مختلفه، وان جات لي امبلس في الوقت الحرج عمل لي هذه الدايرة اللي عملت لي الافنرت. نيجي للنوع الثاني من الري انترانت تاكيكارديا اللي هو الافنرت. احنا عارفين ان الطبيعي ان الامبلس بتمشي في الباسواي جوه الاي في نود في السلو، يحصل لها سلو كوندكشن لغايه ما تنزل للفنتركل.
في هذه الحالة اللي احنا فيها دلوقتي بيبقى عندي تو باسواي، واحد سلو اللي هو النورمال، والتاني جنبيه اللي هو الفاست، ده الاكسسوري بس جوه ايه، ده جوه النود نفسها. اللي بيحصل ان النبضة جت اهيت وراحت داخله، مشيت سلو كوندكشن وراحت نازله، نزلت على البندل اوف هيس ومشيت في التو بندل برانش، فاتوقع الكيو ار اس كومبلكس ايه، نارو. بعد كده الامبلس هتلاقي الفاست باسواي موجود، هتروح طالعه ريتروجريد، طالعه لفين؟ طالعه لفوق، تعمل ديبولاريزيشن للاتريوم. فهتوقع هنا البي ويف هتبقى ريتروجريد وبعد الكيو ار اس مباشره، لان ده فاست كوندكشن بيطلع النبضه بسرعه. واحيانا تكون السرعه بتاعت النبضه انها تطلع فوق تعمل لي البي ويف، البي ويف تيجي في نفس وقت الايه، الديبولاريزيشن بتاع الفنتركل، فما لاقيهاش. فبرضه هنا في هذه الحاله يا اما الاقي البي ويف ريتروجريد وبعد الكيو ار اس كومبلكس ولازقه في الكيو ار كيو ار اس كومبلكس على طول، عشان كده بنقول الار بي شورت، او ما الاقيهاش. تمام، بعد كده دي النبضه هتلف تاني بقى، هتلاقي الفاست السلو باس واي حصل خلاص، خلص الريكفري بيريود بتاعته راحت، فيقوم يلف بقى ودخلنا في السيركت اللي انتوا عارفينها. تمام، ده النوع التيبيكال او الكومن افنرت. هنيجي نشوف الكاركتر بتاعه، ادي تاكيكارديا ريجولار، ريجولار نارو، الكومبلكس نارو، البي ويف هتيجي ريتروجريد او نوت ديتكتد، وتيجي لك بعد الكيو ار اس كومبلكس، ونتيجه لانها ماشيه في التوصيل السريع هتيجي مباشره تلزق في الكيو ار اس كومبلكس، اذا الار بي هنا شورت برضه. تمام، طيب نيجي بقى نحطها في الـ في الـ في الالجوريزم بتاعنا، نارو كومبلكس تاكيكارديا ريجولار، البي ويف يا اما ريتروجريد ويكون الار بي شورت زي ما انتم شايفين اهو، بنكتب تيبيكال افنرت، او تكون نوت ديتكتد وتتحط برضه ادي الافنرت، زي الافرت برضه، الافرت لها حالتين ريتروجريد ونوت ديتكتد، وكذلك الافنرت تيبيكال، وبرضه ايه تيبيكال افنرت ممكن ما يكونش البي ويف ديتكتد. تمام. النوع اللي فات ده اللي هو تيبيكال افنرت. طيب ايه بقى الاتيبيكال افنرت؟ الاتيبيكال افنرت ان الامبلس هتمشي في الفاست باسوي، هتمشي من فوق لتحت في الفاست باسوي وتنزل على التو بندل برانش، هتعملي ديبولاريزيشن نورمال، فالكيو ار اس كومبلكس هتبقى نورمال. بعد كده النبضه هتروح لفت، تلاقي السلو باسوي الريفراكتوري بيريود بتاعته خلصت، هتروح طالعه في ريتروجريد، عشان ده كده اسمه ايه، ريتروجريد. هتمشي في السلو كوندكشن شويه، تتاخر شويه لغايه ما تطلع تعمل ديبولاريزيشن للايه، للاتريوم. اتوقع البي ويف هتبقى ايه، ريتروجريد، هتبقى على طول لازقه في الكيو ار اس كومبلكس ولا بعيده؟ هلاقيها بعيده عن الكيو ار اس كومبلكس. ليه؟ لان حصل سلوينج في الايه، في السلو باس واي. علشان كده يقول لك الكيو ار اس كومبلكس الار بي لونج، طويله، البي جت بعد الكيو ار اس كومبلكس بفتره. طيب بعد كده تروح لفه النبضه وندخل بقى في الري انترانت سيركت. طيب هتيجي بقى البرزنتيشن او الكاركتر بتاعتها زيها زي اللي فاتت، بس في اختلاف اللي احنا قلنا عليه، ادي تاكي كارديا، ادي ريجولار، نارو كيو ار اس كومبلكس، البي ويف يا تلاقيها ريتروجريد وجيالي بعد الكيو ار اس كومبلكس بحبه، او نوت ديتكتد برضو ما تلاقيهاش، تلاقي الاثنين لضموا في بعض. طب الار بي لو البي ويف بقت ديتكتد وقدرت اشوفها وريتروجريد، هلاقيها ايه؟ الاقي الار بي لونج عكس الايه، عكس التيبيكال فورم اللي كانت ايه، شورت. اذا بقى احطها في الالجوريزم بتاعي، نارو كومبلكس تاكيكارديا ريجولار، البي ويف هشوف هختار ايه، هختار ريتروجريد، هتبقى لونج ار بي، يبقى الاتيبيكال فورم هتتحط في اللونج ار بي ريتروجريد ريجولار نارو كومبلكس تاكيكارديا. وبرده هحطها فين؟ هحطها تبع برده نوت ديتكتد، ممكن ما تبانش، هحط الافنرت زي ما هو ايه، كان محطوط في الشريحه اللي فاتت. تمام، دول النوعين بتاعوت الري انترانت تاكيكارديا اللي هم اشهر حاجه تيجي لنا في الايه، في الاطفال. كده احنا خلصنا نقطه الريجولار نارو كومبلكس تاكيكارديا. عشان نخلص حته النارو كومبلكس تاكيكارديا كلها، الريجولار احنا قلناه زي ما انتم شايفين، قلنا وسط الكلام ان عندي الاتريال فايبريليشن وعند المالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، فاضل نقطة واحدة فيها، ايه هي؟ ايه بقى الحاجة الريجولار؟ ان هي حاجة ريجولار ولكن معاها فاريبل ايفينودال بلوك. يعني ايه؟ معايا اتريال فلاتر او اتريال تاكيكارديا اللي هي الفوكال اتريال تاكيكارديا، احنا متفقين ان هي ريجولار، لكن نتيجة لوجود فاريبل بلوك في الايفينود، يعني تعمل ايه؟
تعدي تقفل نبضتين وبعدين تعدي واحدة، بعد كده تقفل 3 نبضات وتعدي واحدة، بعد كده تقفل نبضتين وتعدي واحدة بطريقة غير منتظمة. فلما تيجي تشوف الـ RR duration هتلاقيها مختلفة، تمام؟ فهتحس ان في irregularity، وبالفعل كده في irregularity. يبقى النوع الثالث هو atrial flutter or atrial tachycardia، هتلاقي العلامات بتاعت ال atrial tachycardia، focal atrial tachycardia او السوتوس appearance بتاعت ال atrial flutter موجودة، لكن تلاقيها irregular. ايه ده؟ ايه الغرابة اللي حاصلة؟ لا مش في غرابة ولا حاجة، ده ده نوع مخصوص من ال atrial tachycardia او ال atrial flutter معاها variable AV block، وده النوع الثالث واللي ناقص واللي هنختم بيه، تمام؟ ده كده الالجوريزم النهائي بتاع النارو كومبلكس تاكيكارديا. لو عندي اي سي جي وفي تاكيكارديا وبصيت على الكيو ار اس كومبلكس طبعا لقيته نارو، يبقى اما ريجولار ولا الريجولار. الريجولار قلنا عليه، هبص على البي ويف لقيتها تيبيكال بتاعت الساينس، يبقى ساينس تاكيكارديا. طبعا الريت اقل من الارقام الكبيره بتاعت الايه الافنرت والافرت. طيب لقيتها ابنورمال، يعني هي بوزيتيف بس شكلها مش تيبيكال بتاع الايه بتاع الساينس ويف، ده هتبقى فوكال اتريال تاكيكارديا. طيب لقيت السوتو سبيرانس هبقى اتريال فلاتر. طب لو لقيتها بقى نوت ديتكتد، مش لاقيها، حاجه من ثلاثه، يا الجنكشنال تاكيكارديا يا الافرت او الافنرت. طب لو لقيتها ريتروجريد، حاجه من اتنين، يا الافرت يا الافنرت. طب بس الحته دي بنتفزلك شويه فيها ونقول بقى شوف الشورت ار بي ولا لونج ار بي، المسافه ما بين الار والبي اللي بعديها. في الانواع التيبيكال اللي هي الاورثودروميك افرت والتيبيكال افنرت بتبقى شورت ار بي. طيب اللونج ار بي بتبقى فين؟ في الاتيبيكال افنرت. طب انت نسيت تقول الانتي او الريتروجريد افرت اللي هو النوع الاتيبيكال بتاع الافرت، مش حطيته هنا ليه؟ لا لا، ده هيعمل لي وايد كومبلكس تاكيكارديا، هيتحط بقى بعد كده مع الوايد كومبلكس تاكيكارديا، تمام؟ طب اجي بقى للريجولار، 3 حاجات المشهورين. اول حاجه الاتريال فايبريليشن، تاني حاجه المالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، تالت حاجه اللي احنا لسه قايلينها الاتريال فلاتر او تاكيكارديا بس معاه فاريبل اي في بلوك. ونكرر تاني، والتكرار يعلم ايه؟ يعلم الشطار. طيب احنا هنشوف الار ار ار بي، ادي ده دي احنا شفنا لقينا نارو كومبلكس تاكيكارديا، يا اما ايه؟ يا اما ريجولار يا اما ريجولار. شاطر. طب الريجولار بنبص على البي ويف، لو البي ويف ماشيه مع الساينس ويف والريت اقل من 220 في النيونيت واقل من 180 في التشايلد، وكل الكاركتر بتاعت الساينس ويف هنقول عليها ايه؟ هنقول ساينس تاكيكارديا. طب لو جات لي ابنورمال، يعني هي بوزيتيف صحيح بس شكلها مش زي البي، وكمان ايه ميه واحده يعني طالعه من مكان واحد شكل واحد، ده بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها مونو. مونو طيب مونو تبقى ايه؟ تبقى فوكال اتريال تاكيكارديا. طب لو هي ابنورمال وشكلها مش شكل الساينس بس طالعه باشكال مختلفه، يبقى دي بقى ايه؟ مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، دي بقى الريجولار زي ما قلنا عليها، تتحط ناحيه الريجولار. طيب بعد كده ايه؟ بصينا على البي ويف لقيناها ايه؟ مش لقيناها بس لقينا ايه؟ سوتوس ابيرنس، سوتوس ويفز عامله زي اسمان المنشار، تبقى دي اتريال فلاتر. طيب ما لقيناش خالص نوت ديتكتد، عندي احتمال من 3، الجانكشنال تاكي كارديا والافرت والافنرت، ودول اشهر حاجه الافرت والافنرت، خلي بالك. طب لو لقيناها بقى ريترو جريد، يا اما تبقى معاها الار بي شورت زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي الحاجات التيبيكال بقى الاورثودروميك افرت او التيبيكال افنرت. طيب لو لونج ار بي هتبقى ايه؟ هتبقى الاتيبيكال افنرت، تمام. امال راحت فين بقى اللي هي النوع الاتيبيكال بتاع الافرت اللي هو انتي دروميك؟ لا ده خالص، ده في الوايد، داخل في الوايد كيو ار اس كومبلكس. طيب نيجي بقى للريجولار، قلنا مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، فاضل حاجتين الاتريال فايبريليشن والاتريال فلاتر او الاتريال تاكيكارديا، ومعاه ايه؟ معاه فاريبل بلوك. كده الالجوريزم النهائي برضو، بس احنا ايه قلنا؟ التكرار يعلم الشطار. نبدا اول تمرين، ادي رسم القلب، هشوف الثلاثه ار الاولانيين ار ار ار، وبعد كده اشوف البي ويف. الار ار ار اشوف لي دي اتنين اهو، هبص الاقي تاكي كارديا والكيو ار اس كومبلكس نارو كومبلكس وكمان الريجولار، يبقى ايه؟ نارو كومبلكس تاك كارديا الريجولار. عندي الثلاث احتمالات اللي انتوا عارفينهم، الاتريال فابريليشن او المالتي فوكال اتريال تاكي كارديا
او الاتريال فلاتر ويز اي فاريبل بلوك. هبص على البي ويف، ادي بي ويف، بي ويف ثانيه شكلها مختلف خالص، ادي بي ويف ثالثه مختلفه، ادي بي ويف رابعه ونازله لتحت. اذا مالتي فوكال، يبقى انا عندي هنا التشخيص مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا بكل بساطه. نيجي الرسم القلب ده الاشهر على الاطلاق. هنبص على الليدي 2 هنلاقي ايه؟ الار ار ار اهو، نارو كومبلكس تاكيكارديا وريجولار، يبقى عندي نارو كومبلكس تاكيكارديا وريجولار. طب البي ويف، هبص على البي ويف، ابص على المنطقه دي، خلي بالك ده اس تي سيجمنت ديبريشن، واللي بعديها دي تي ويف، البي ويف مش موجوده، وده كومن لما الاقي الريت عالي ممكن الاقي فيه اس تي سيجمنت ديبريشن. تمام، طيب كده البي ويف نوت ديتكتد، يبقى عندي احتمال من الثلاثه، جانكشنال تاكيكارديا او افرت او افنرت. عارفين ايه اشهر حاجه؟ الافرت، يعني الافنرت والجانكشنال تاكيكارديا بعديهم. اذا هحط احتمال اكتر حاجه الافرت او الافنرت. تمام، هي بالفعل زي ما انتم شايفين ما اقدرش يعني ما اقدرش افرق ما بينهم، على العموم هو جانكشنال او افرت او افنرت. لما يجي لي المنظر ده انا هعمل ايه؟ انا هدي ادينوزين، الادينوزين الافرت والافنرت هيستجيبوا، الجانكشنال تاكيكارديا لن تستجيب، وكده اقدر افرقها. يبقى ده بالفعل اورثودروميك افرت. مثال كمان ادي هنشوف اهو، ليدي 2 الار ار ار، ادي ماشي نارو كومبلكس ريجولار تاكيكارديا، ادي نارو كومبلكس تاكيكارديا وريجولار. طب اشوف البي ويف، ادي في بي ويف اهي جميله وقبلها تي، ادي بي ويف برضو، ادي بي ويف ماشيه منتظمه والكونتور ماشي زي الساينس بالظبط. طب ابص على الاي في ار، اه ده الاي في ار مقلوبه، يبقى الاكس ماشي مظبوط، يبقى دي بقى ساينس بي. اذا انا ابص على البي لقيتها ساينس، الريت لو شفت هلاقي حوالي 150، فدي تمشي قوي مع الايه؟ مع الساينس تاكيكارديا. وطبعا هلاقي في سبب اللي عامل لي الساينس تاكيكارديا، انتوا عارفين هلاقي فيفر، هلاقي ديهايدريشن، هلاقي شوك، هلاقي اي ديزيز. تمام، يلا نقول مع بعض، ادي ليدي 2 الريت في تاكيكارديا في نارو كومبلكس. طيب شايفين المسافه هنا والمسافه هنا، ده الريجولار. طيب يبقى ده ايه؟ النارو كومبلكس ريجولار تاكيكارديا. فاكرين كان ايه السبب؟ 3 اتريال فايبريليشن او مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا والاتريال فلاتر ويز فاريبل كوندكشن ويز فاريبل بلوك. تمام، طيب هنبص على البي ويف، نبص كده، ادي بي ويف اهي وبي ويف اهي وبي ويف اهي، عامله زي ايه؟ عامله زي اسنان المنشار، ده يعني مميزه. طيب دي بنسميها ايه؟ فلاتر ويف. اذا انا عندي هنا اتريال فلاتر، بس الاتريال فلاتر انا عارف انه ريجولار ما عدا الاكسبشن اللي احنا قلنا عليه. طب نبص كده نلاقي هنا الكوندكشن، ادي 2 بي ويف، وبعدين راح حاصل ايه؟ الوحده كيو ار اس كومبلكس. طب هنا ادي 4 بي ويف او الاربعة ويف، وحصل ايه؟ وحصل الكيو ار اس كومبلكس. تمام، يعني كان عندي الكوندكشن 2 الى 1 وبعدين كده قلب 4 الى 1، ماشي فاريبل كوندكشن بلوك، وهو ده بقى السبب اللي عمل لي ايه؟ الاتريال فلاتر ويز فاريبل بلوك. تمام، مثال كمان يلا مع بعض، ادي ليدي 2 زي ما احنا شايفين تاكيكارديا، يعني حوالي 225 اهو، ريجولار ريزم والنارو كومبلكس. اذا نارو كومبلكس تاكيكارديا ريجولار. طيب نشوف البي ويف، ادي ندور على البي ويف، مش لاقيين البي ويف، البي ويف نوت ديتكتد. فاكرين كانت بتبقى ايه؟ يا اما افرت يا افنرت يا جانكشنال تاكيكارديا بالترتيب كده، الافرت هي الاشهر والافنرت بعديها والجيت اللي هي الرير تايب. طيب انا هعمل ايه؟ طبعا في حاله زي كده احنا لو المريض ستيبل هندي ادينوزين، هندي ادينوزين ونشوف اللي هيحصل. اهو ادينا الادينوزين رجع لساينس ريزم. طب هنبص على البي ار انترفال، البي ار انترفال فيري شورت. طيب ونبص هنا كده هنلاقي في دلتا ويف، اذا دي دبليو بي دبليو، والريزم اللي فات كان سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا نتيجه افرت الاورثودروميك افرت. طيب تمام، بعتذر على الإطالة وبشكركم على المتابعة، ولو في أي كومنت أو أي استفسار أو سؤال بنرد في الكومنتات تحت البوست اللي إن شاء الله هنعرض فيه اللينك بإذن الله.